السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل كيكة حلوة جدا بمكونات بسيطة، حلى كده حلو وخفيف وبصوص جميل جدا. هنعملها مع بعض، هنصلي ونسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا جبت كده بولة ومعايا 2 بيضة، طبعا بدرجة حرارة الغرفة أو بدرجة حرارة المطبخ. هضيفها كده للبولة بتاعتي وهنزل عليها بكيس فانيليا. طبعا لو عندك فانيليا سايلة ممكن تضيفي منها. هنزل كده على البيضتين بكوباية من السكر، السكر يكون فاتح عشان يديكي نتيجة حلوة في الكيكة. انا عايزة اقولك ان الكيكة دي اقتصادية جدا، ببيضتين بس هتعملي كيكة طعمها حلو جدا ومختلفة ومقادير بسيطة جدا. هنضرب كده البيض مع السكر كويس جدا، انا بضربها بالمضرب اليدوي من غير خلاط من غير اي حاجه، ولكن انت ممكن تضربيها في الخلاط هتطلع برضو معاكي حلوه جدا. انا مزجت البيض والسكر كويس جدا مع بعض، هنزل عليهم كده بنص كوبايه من الزيت وادمج تاني المكونات مع بعض. طبعا انا مش شغاله بالكوبايه المعياريه، انا شغاله بكوبايه عاديه جدا خالص. عشان تطلع معاكي كيكه ناجحه لازم توحدي الكوبايه اللي انت بتعايري بيها، يعني تبقى كوبايه واحده لكل المقادير، هي اللي بتعايري بيها السكر وبتعايري بيها اللبن وبتعايري بيها الزيت بتعايري بيها كل حاجه، تطلع معاكي النتيجه تحفه جدا ومظبوطه وناجحه من اول مره. هدمج المكونات كويس جدا، كل ما اضيف حاجه لازم اديها تقليبه كويس جدا، ادمج المكونات بيها مع بعض. هنزل دلوقتي كده بذره من الملح، معلقه خل كبيره، وما تقلقيش معلقه الخل مش بتبان خالص، طعمها مش بيبان، بس هي بديل بمحسن طبيعي حلو جدا، هيديكي هشاشه حلوه جدا للكيكه. انا بحب استخدم الخل في المعجنات وفي كيكات بيطلع طعمه تحفه جدا معانا. هنزل دلوقتي بالبيكنج باودر، طبعا لو عندك باودر من اللي هو العلب ممكن تضيفي منه معلقه. معانا طبعا هنا 2 كوباية دقيق، هنزل كده ب2 كوباية دقيق بس مش هنزل بيهم مره واحده، واقلب كده كويس جدا. اهم حاجه انك انت تمزجي المكونات كويس جدا، الكيكه لازم تضربيها كويس جدا، لازم المكونات تندمج مع بعض. هديها تقليبه تاني كده، اضربها كويس جدا كده، معانا طبعا المكون السحري بتاعنا النشا، معانا 1/2 كوباية من النشا هنزل بيه كده، بيديها طعم حلو جدا في اي كيكات، النشا بتدي طعم حلو جدا. هدمج بقى النشا كده كويس جدا، انا خلاص نزلت ب2 كوباية دقيق و1/2 كوباية النشا ودمجت المكونات كويس جدا مع بعض، وبقى الخليط معانا جاهز كده ما شاء الله زي ما انتم شايفين. وجهزت الصينيه بتاعتي وبطنتها بالسمنه، وجبت كوبايه كمان بطنتها وضفتها كده في نص الصينيه. هنزل كده بالمكونات بتاعتنا، نزلت بالخليط كله في قلب الصينيه كده بالشكل دون، هنساوي الصينيه كده بقى ونظبطها ونركنها على جنب. ونجيب بقى تفاحية كده، اي نوع تفاح موجود عندك، ونبدأ بقى نقشرها. انا قشرت التفاحية خلاص وقسمتها نصين وشلت الجزء اللي في النص، هنبدأ بقى نقطعها كده شرايح رقيقة. انا هقطعها واوريكي شكلها، انا عايزاها بالشكل دون عشان تستوي كمان معانا في الكيكه وتديكي طعم حلو جدا.
انا خلاص خلصت تقطيع التفاح كله، هبدأ ارصه بقى كده في قلب الصينية على الكيكة كده. انا خلاص رصيت التفاح كله بالشكل دون. كان عندي زبيب نقعته شوية في مية تقريبا 5 دقايق، وبعد كده صفيته كويس جدا وضفته كمان للكيكة بالشكل ده. خلاص طبعا انا في الوقت دون مولع الفرن ومسخناه كويس جدا قبل ما ادخل فيه الكيكة بتاعتنا تقريبا ب10 دقايق، ومجهزاه دلوقتي على درجة حرارة 180. انا خلاص رصيت التفاح والزبيب، اخر حاجة هحطها للكيكة بتاعتنا رشة من السكر. هتلمع لي الكيكة كده وتاخد لون ذهبي جميل كده في الفرن معاكي. خلاص هي كده جاهزة، هندخلها الفرن على درجة حرارة 180، هتاخد تقريبا نص ساعة ل 35 دقيقة، وهتطلع معاكي تحفة. على ما تطلع الكيكة بتاعتنا بقى من قلب الفرن هنجهز الصوص بتاعنا. انا نزلت كده بنص كوباية من السكر ونص كوباية من اللبن الرايب او من الزبادي، انا كان عندي لبن رايب في قلب التلاجة ضفته هنا، بس يفضل يكون نص علبة زبادي ونص كوباية زيت، اقل من نص الكوباية بشوية. تمام كده، هديهم تقريبا كده مع بعض. طبعا هما مش هينفع ينضربوا بالمضرب اليدوي، انا هضيفهم كده في قلب الخلاط اضربهم كويس ونشوفه مع بعض. انا بعد ما ضربته في قلب الخلاط بقى خليط معايا حلو جدا. انا نسيت اقول لكم انا ضفت معلقتين من كريم شانتي وهو بيتضرب في الخلاط، ادتني طعم تحفه للصوص ده، صوص بجد كان طعمه خطير. وطبعا لو مش متوافر عندك الكريم شانتي عادي مفيش اي مشاكل، لو عندك جبنه كريمي ممكن تضيفي منها قطعه، ولو ما عندكيش مفيش اي مشاكل خالص ممكن تستغني عن الكريم شانتي والجبنه الكريمي. طلعت معايا كيكه من الفرن بالشكل ده كانت تحفه، سبتها هديت معايا عشان اعرف اشيل منها الكوبايه من غير ما الكيكه بتاعتي تتبهدل. كانت واخده لون بجد كان جميل جدا، وطعمها كان حلو جدا وهشه وجميله. طبعا القطعه البيضه دي ده التفاح هو مش باين قوي. هنزل بقى بالصوص بتاعنا الخطير دون، بجد طعمه كان تحفه. مكونات الصوص بتاعنا نص علبة زبادي ونص كوباية سكر وأقل من نص كوباية زيت، حاجة بسيطة كده هتطلع معاكي الصوص كده. طبعا قلنا معلقتين كريم شانتيه اختياري لو متوافر عندك، لو مش متوافر خلاص مفيش أي مشاكل، بس هي بتديكي طعم حلو جدا فيه. هوزع بقى الصوص بتاعنا بالشكل دون. وطبعا الخطوة الجاية دي اختياري، بما ان احنا حاطين فيها زبيب وتفاح ممكن نزين كمان بالزبيب من فوق، شكل مختلف وكمان بيبقى طعمه مختلف وانتي بتاكليها. انا زينت خلاص الكيكة بتاعتي كده بزبيب من فوق بالشكل دون. هنبدأ بقى كده نقطعها مع بعض. بجد كان طعمها حلو جدا، ما تنسيش وانتي بتتابعيني تقولي لي بتتابعيني منين. ما شاء الله اللهم بارك، الكيكه هشه ازاي، هشه جدا وطعمها حلو جدا، والصوص كان طعمه بجد خطير ومختلف. جميله 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 بجد، مكونات بسيطه جدا على قد ايديكي متوفره عندك في البيت، عملتي حاله حلو جدا طعمه مختلف وبسيط، خدش منك وقت خالص. ما شاء الله اللهم بارك، بجد الكيكة شكلها تحفة 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 وهشة جدا. احلى كتير من تشتريها من بره واقتصادية جدا. ما تنسيش لو عجبتك كيكة النهاردة تضغطي لي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس لو انتي مش مشتركة عشان تنوريني.